الحديث حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشان الايراني السيد محمد المدحجي. اهلا بكم سيد مدحجي الى استوديو الرافدين. بعد الانباء التي تؤكد محاوله ايران احتجاز سفينه بريطانيه، كيف ترى رد الفعل البريطاني تجاه الحادثه؟ في البدايه احيي حضرتك والساده المشاهدين الكرام. اهلا بك. طبعا هذه السفينه كانت ترسو قباله المياه او السواحل المملكة العربية السعودية في الخليج العربي منذ يوم السبت، بعد أن إيران هددت أنها ستحتجز أو ستقوم برد فعل ضد ما قامت عليه بريطانيا من احتجاز سفينة إيرانية في جبل طارق. وبعدها تم اتخاذ القرار من قبل الجانب البريطاني أن يتم توفير الحماية العسكرية لهذه السفينة حتى تعبر مضيقنا بالسلام بين القوسين هرمز. فالتصرف البريطاني يشي بأن سنشهد المزيد من التصعيد في هذا المضيق والممر المائي الحساس والاستراتيجي خلال الفترات القادمة، وسنشهد ما شهدناه خلال فترة الحرب الثمانية سنوات بين إيران والعراق التي كانت السفن الحربية ترافق الناقلات النفط حين عبورها من المياه القريبة من المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج العربي وأيضا خليج عمان. هل باتت بريطانيا في الواجهة في أزمة إيران بعد احتجاز السفينة الإيرانية بجبل طارق؟ عذرا لم أسمع السؤال. هل باتت بريطانيا في الواجهة في الأزمة الإيرانية بعد ما قامت بعد احتجاز السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق؟ نعم، السياسة البريطانية تغيرت بشكل واضح اتجاه إيران بعد أن كانت السياسة البريطانية بشكل وآخر داعمة لإيران في إطار الاتفاق النووي. الآن بريطانيا وبعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخية إلى الولايات المتحدة قبل شهرين، بريطانيا تقترب تدريجيا باتجاه السياسة الأمريكية والتصعيد ضد الأفعال الإيرانية في المنطقة والتنسيق الأكبر مع الولايات المتحدة لتطبيق الخناق على إيران بعكس سياسة ألمانيا. ألمانيا التي تعتبر أكبر داعم لإيران وأذرعها في المنطقة وفي العالم. والآن بريطانيا أيضا تتأثر في ملف بريكسيت، أي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والعمود الفقري للاتحاد الأوروبي هو ألمانيا. فهذا ما نشهده في جبل طارق ومضيق باب السلام هرمز هو جزء من صراع دولي أكبر حول السيطرة على ممرات المائية وأيضا مصادر الطاقة. نعم. في المقابل جواد ظريف قال بأن أمريكا فشلت سياسيا في الشرق الأوسط بإفلاسها بالتعامل مع الأحداث، كيف ترى هذه التصريحات بظل فرض أمريكا عقوبات جديدة على قيادات بحزب الله أحد أذرع إيران؟ أولا بالنسبة للفشل السياسي، نعم هناك فشل سياسي جزئي للسياسات الأمريكية في المنطقة. نتحدث عن الإدارة الأمريكية السابقة بسبب سياساتها الداعمة لإيران وعملاء إيران في المنطقة، والآن الإدارة الأمريكية الجديدة تحاول أن تعيد بوصلة السياسة الأمريكية باتجاه حلفائها التقليديين في المنطقة والابتعاد عن دعم إيران وأذرع إيران في المنطقة. هذه الجزئية من كلام ظريف هي جزئية صحيحة، لكنها لا تتعلق بالإدارة الأمريكية الحالية، تتعلق بإدارة أوباما الداعمة لإيران، أي السياسة الفاشلة الأمريكية كانت خلال فترة أوباما. أما بالنسبة في تأثير ذلك على المنطقة، الولايات المتحدة الآن بشكل واضح تعمل على تحجيم الدور الإيراني من لبنان إلى سوريا إلى العراق وإلى اليمن بالتدريج. طبعا كل ما ابتعدنا عن إيران هذه الحدة تزداد، وكل ما اقتربنا لإيران هذه الحدة تقل بسبب السيطرة أو التأثير الإيراني. فنحن سنشهد خلال الفترات القادمة تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني والأذرع الإيرانية. هذه الخطوة الأولى، يعني إذا قارناها بما حصل من حرب احتلال العراق في 2003، الولايات المتحدة فرضت 13 عاما حصارا خانقا على العراق لتجفيف مصادر وتدمير الاقتصاد العراقي حتى بعدها تطيح بالنظام الوطني العراقي السابق.
الآن نفس الشيء لكن بسرعة أكبر يحصل من خلال النظام البنكي الدولي والنظام المالي الدولي الجديد الذي يعمل بسرعة، حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تجفف مصادر إيران من العملة الصعبة وأيضا عملاء إيران، وانعكس ذلك فعلا على مثلا جماعة التلال الإرهابية التي لم تستطيع أن توفر رواتب جماعتها وأعضائها في لبنان. شكرا لك سيد محمد المدحجي المتخصص بشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف.